لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الطلاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 62 بعد 104. وهذه المسألة ويعني ما بعدها مسألتين، يعني حول يعني مسألة معينة في باب الطلاق، وهي عدد الطلقات في المجلس الواحد، عدد الطلقات في المجلس الواحد. فأنا سأقرأ عليكم المسائل الثلاث التي سنقف عليها اليوم، ثم بعد ذلك نعلق بعض التعليقات التي لا بد منها. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، أنها طالق واحدة. ثم قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين. قال في المسألة الثالثة: وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا. هذه المسائل في الحقيقة الثلاثة التي بين أيدينا بداية هي ليست مسائل إجماع، ليست مسائل إجماع كما نقل الإمام رحمه الله تعالى هنا. وهذه المسائل الثلاثة فيها خلاف، فيها خلاف، والخلاف فيها مشهور. ولذلك يعني في الحقيقة يعني طاب أن يعني ينقلها الإمام ابن المنذر رحمه الله، بل وغيره قبل القطان أيضا نقلها إجماعا. والحقيقة أن هذه المسائل الثلاثة مثلا تحديدا التي بين أيدينا هي على مذهب الجمهور، يعني هذا كلام جمهور الأئمة أو جمهور أصحاب الأئمة، الأئمة الأربعة وأصحابهم على هذا الكلام أو على هذه الأقوال. لكن هناك من خالفهم في ذلك، هناك من خالفهم في ذلك. ولذلك هذه المسائل الثلاثة فيها وجوه خلاف من ثلاثة وجوه أيضا. أولا اختلاف النحاة والفقهاء في مسألة استثناء الأكثر من العدد، وهنقف عليها وهنبين. الوجه الثاني اختلاف العلماء الفقهاء يعني في استثناء عدد الطلقات، اختلاف العلماء بل الفقهاء وأيضا يعني أهل اللغة في استثناء عدد الطلقات. الوجه الثالث هو اختلافهم في إيقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، في إيقاع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. هذه مسألة فيها خلاف واسع وخلاف شهير، وإن كان الأئمة الأربعة وأصحابهم أو جمهور أصحاب الأئمة الأربعة على القول بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا. يعني صورة ذلك في مثال كأن يقول لها: أنت طالق ثلاثا مثلا، أو أن يقول لها: أنت طالق طالق طالق. هذه المسألة ليست إجماعا، بل هذه المسألة مسألة يعني جمهور، مسألة جمهور، يعني هذا قول الجمهور وليست مسألة إجماع. إذا ابتداء هذه المسائل الثلاث التي يعني أشار إليها الإمام رحمه الله تعالى، هذه المسائل الثلاثة تتعلق بمسألة خلافية وليست مسألة إجماع، وليست مسألة إجماع.
أنا والله يعني مضطر أعلق على الأخ اللي كتب دلوقتي احتراما له والله ولرأيه ولشعوره ومشاعره وجزاه الله خيرا، اللي هو بيقول لنا بكلام مجمل يعني أنتوا يا جماعة بتتكلموا في أصول فقه والأحداث دي في غزة كلها، فإحنا طبعا كلمنا في الحكاية دي كتير قوي، لكن احتراما لحضرتك أنا هقول في عبارة واحدة، هل نترك الصلاة والزكاة والصيام والحج ونترك العبادات ونترك 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 وكلنا نقعد نتكلم ونعيط على غزة؟ يبقى حط قصادها الناحية التانية، حضرتك لا تاكل ولا تشرب ولا تجامع زوجتك ولا تقعد مع أولادك ولا تروح الشغل وتقعد تعيط في البيت على غزة، لا، نحن نبني ومن جهة أخرى نعمل بالقدر المستطاع. احنا من اكبر القدر المستطاع عندنا الدعاء، اذا كان اقول للاخ هذا الكريم انت وغيرك وانا وكلنا قيام الليل والصيام الدعاء في هذا، لانه ما عندناش ما فيش قدره والوقت مش هيسمح ان انا اخذ ودي مع حضرتك كتير. يعني ارجع تاني للمسائل، وهي انه هذه المسائل الثلاث ليست مسائل اجماع. ليست مسائل اجماع يعني ماذا؟ هذه المسائل الثلاث مسائل يعني جمهور، وإن هذه المسألة التحديد فيها اختلاف على الوجوه الثلاثة اللي أشرنا إليها، لكن يعني هذا سيأخذني إلى أن أشير إلى بعض الأمور يعني التي هي فوائد كثيرة في الحقيقة يعني في من هذا الدرس. أول هذه الفوائد أن كتاب الإجماع لم يتفق العلماء على أنه قد نقل الإجماع كله، ولم يتفق العلماء على أن ما نقل فيه أن كله مسائل إجماع، لا أبدا، هناك مسائل كثيرة نقلها الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى على أنها إجماعا وهي ليست إجماعا، هو رحمه الله وجمهرة وكذا، وربما غلبه يعني نقل بعض غيره من العلماء كابن قدامة ونحو ذلك، فربما نقلها إجماع، ولذلك نجد ابن قدامة ينقل كثير من المسائل فيها الإجماع وهي ليست إجماع، كذلك ابن المنذر نقل كثير من المسائل أيضا في كتابه هذا على أنها إجماعا وهي ليست إجماعا. ويعني كنت يعني أتمنى أن أقرأ عليكم هذه الكلمة الجميلة في يعني حكاية ابن المنذر وغيره، الإجماع مع وجود الخلاف يعني لماذا حدث هذا، لو يعني تبقى وقت معنا إن شاء الله هنقرأها في آخر الدرس. ثم المسألة الثانية، وهي هذه المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله، قال في المسألة الأولى وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها طالق واحد، وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطليقتين، وأجمعوا على أنه إن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا. هذه المسألة كما أشرنا ابتداء فيها اختلاف بين علماء اللغة في استثناء الأكثر من العدد، يعني أنا لست طبعا من أهل اللغة ولا، لكن أنا أحاول أبسطها، يعني أن علماء اللغة منهم الكثير قالوا أنه لا يجوز استثناء العدد الأكبر، يعني ماذا؟ لا يجوز أن يقول مثلا يعني أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، هنا استثنى قد إيه؟ استثنى العدد الأكبر، فيقول لا لا يجوز. يعني على سبيل المثال مثلا أهل الكوفة والبصرة يذهبون إلى أن استثناء الأكثر غير جائز، واختلفوا في جواز استثناء النصف، كان يقول مثلا أنت طالق أربعا إلا اثنتين ونحو ذلك. الفراء وقال أن العرب لم تتكلم به، العرب ما بتتكلمش باللسان ده، أنت طالق ثلاثا إلا اثنين، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هذا يقول ليس من كلام العرب. فبداية هذا فيه خلاف من حيث اللغة. طيب من حيث المسألة فقهيا أيضا هناك اختلاف بين العلماء في استثناء عدد الطلقات من الجهة الفقهية أيضا، يعني يقولون لو قال مثلا أنت طالق عشرا إلا أربعا، قالوا
يقع واحد، يقع واحد، تغلق عشرا إلا أربعة. لو قال واحد عشرا إلا أربعة يبقى باقي كام؟ ستة. هو الرجل له ست طلقات. طبعا بداية في الحقيقة كان ينبغي نحن ننبه لذلك إن هذا كله طلاق بدعي، هذه الصور كلها طلاقا بدعيا وحرام، وأن الذي يفعل ذلك آثم. الذي يقول لزوجته مثل ذلك: أنت طالق ثلاثة إلا اثنين، أنت طالق ثلاثة إلا واحدة، أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة، ونحو ذلك، أنت طالق عشرة إلا أربعة، ونحو ذلك. هذا طلاق بدعي منكر، والعلماء يتكلمون في ذلك أيضا. فيعني العلماء يقولون أن هذا الطلاق بهذه الألفاظ كلها معصية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. قال صاحب فتح القدير: أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو مرتان، أي الطلقة الأولى والثانية إذ لا رجعة بعد الثالث. يعني التعبير بسيط، الطلاق مرتان، يعني كل طلقة منفصلة عن الأخرى. ولذلك لا يجوز للرجل أن يقول لامرأته: أنت طالق ثلاث. هذا آثم وعاصي لله ورسوله، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بكتاب الله. لا يجوز أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق 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 ورا بعضهم كده. هذا يلعب بكتاب الله، لأن الله قال: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني كل طلقة منفصلة عن الأخرى، وكل طلقة لها عدة. ولذلك هنجد خلاف عند الفقهاء في هذه المسألة، وهي أنه هل يجوز إيقاع الطلاق على المطلقة الرجعية؟ وأنا مش عايز أدخلكم في مسائل كتير عشان بس يعني إيه ما يبقاش حشو كتير. الغرض أن الذي يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق طالق طالق، هذا آثم، هذا يطلق طلاقا بدعيا، هذا عصى الله ورسوله، هذا يلعب بكتاب الله. أي نعم. قال: وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقال غضبان، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ انظر وصل إلى أي شيء، يعني إلى أي مدى إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا. واحد سمع إن واحد بيقول لزوجته: أنت طالق الثلاثة أو أنت طالق ثلاثة، قال: يلعب بكتاب الله. يبقى إذن هذه معصية في الأول، ثم هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا لمخالفته السنة من جهة العدد، إذ البدعة تدخل الطلاق من جهة العدد ومن جهة الزمن. لأن البعض متصور أن الطلاق البدعي الطلاق الحيض مثلا ونحو ذلك، لا، والطلاق في العدد أيضا طلاق بدعي، اللي يجمع العدد طلاق بدعي أيضا. نعم. فالطلاق في زمن الحيض أو في طهر جمعها فيه يعد طلاقا بدعيا، وكذا من جمع الثلاث في لفظ واحد. طيب حكم هذا الطلاق، نيجي بقى للمسائل، هل هي إجماع؟ لا، مش إجماع. حكم هذا الطلاق، اختلف أهل العلم في من أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، إلا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة، أنت طالق 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 مثلا، هل تلزمه الطلقات الثلاث فلا تحل له زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، أم أنها تكون طلقة واحدة له إرجاعها ما دامت في عدتها، وبعد انتهاء العدة يعقد عليها ولو لم تنكح زوجا غيره؟ ولذلك هذه المسألة فيها خلاف. ذهب جمهور العلماء، منهم طبعا الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين، إلى وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، إذا قال أو بالثلاثة. الجمهور والأئمة الأربعة وجمهور السلف على إنه من قال أنت طالق ثلاثا إن الطلاق يقع ثلاثا، أنت طالق 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 الطلاق يقع ثلاثا. واستدلوا بحديث ركانة ابن عبد الله أنه طلق امرأته البتة، يعني ثلاث مرات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: والله ما أردت إلا واحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاب ركانة ده وكلمه بقى، فقال ركانة للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا ما كنتش قصدي ثلاث، أنا ما كنتش قاصد يعني ثلاث طلقات، ما أردت إلا واحد.
ووجه الدلالة من الحديث ماذا؟ استحلاف النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى استحلفه، أنت أصدق واحدة ولا ثلاثة يعني؟ فلما قال أصدي واحدة، العلماء دول الجمهور قالوا أنه دليل على أنه لو كان يقصد الثلاث كان هيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، هيوقعها ثلاثة. لكن الحديث ده في الحقيقة فيه اضطراب، فيه اضطراب في سنده، والاحتجاج به فيه نظر. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. ده بيستدل بالجمهور الحديث بتاع امرأة رفاعة، ولكن حديث امرأة رفاعة العلماء أيضا بيردوا بيقولوا إنه ما فيهوش تصريح، يعني لا صراحة فيه إنه هو طلقها ثلاثا في مجلس واحد، وإنه الاحتمال إنه هو دي كانت الطلقة الثالثة، لكن هو ما فيش في الحديث إنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد. نعم. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن عائشة كما ذكرنا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن موقع الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة تحسب طلقة واحدة، تحسب طلقة واحدة، وهذا هو الراجح في الحقيقة. قول ده هو القول الراجح، برغم أنه مش قول الجمهور، برغم أنه مش قول الجمهور، لكن القول الراجح في هذه المسألة أن من طلق ثلاثا، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو تطلق بالثلاث أو قال أنت طالق طالق طالق، كل ذلك في مجلس واحد، هذا الراجح فيه أنه طلقة واحدة، أنه طلقة واحدة. وهذا عليه طائفة أيضا من التابعين، بل منسوب إلى علي بن عباس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واحتج له ابن تيمية باحتجاجات قوية جدا رحمه الله تعالى. ومن أشهر هذه الاحتجاجات حديث ابن عباس عند مسلم، قال، وهذا حديث صريح جدا، قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيهم أنا، فلو أمضيناها عليهم فأمضاه عليهم. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، إنه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديث ابن عباس هذا في مسلم كان الطلاق الثلاث واحدة. هذا أكبر حجة على الجمهور في ذلك وعليه. فاجتهاد عمر رضي الله عنه اجتهاد هو مأجور عليه، هو مأجور عليه، لكن الصحيح أنها طلقة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده تحسب طلقة. لذلك من قال أنت طلق ثلاثا وكذا على نحو ما تقدم فهي طلقة واحدة. ابن تيمية رحمه الله له كلام جيد جدا، أنا هقرأ يعني هذا الكلام على مسامعكم في هذه المسألة، في هذه المسألة. قال رحمه الله: وليس في الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاثة له، إن تحسب عليه ثلاثة يعني، ما يوجب لزوم الثلاثة له، ونكاحه ثابت بيقين، وامرأته محرمة على الغير بيقين، وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه، وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. ابن تيمية يعني بيقول كلام بسيط بجملته، يعني نحن كل ما هيوقع واحد يقول لها أنت طالق ثلاثا خلاص يبقى كده بتها، يروح الناس يلجأوا لزواج التحليل الذي يكون فيه والعياذ بالله من يعني المحرمات ما فيه. قال: ونكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولم ينقل قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زواجها بنكاح تحليل، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، إلى أن قال: وبالجملة فما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرعا لازما ولا يمكن تغييره، فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تلميذه ابن القيم: قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، وغاية ما
يقدر من بعد مع بعده أن الصحابة كانوا على ذلك ولم يبلغهم، وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الصديق بذلك، يعني كانوا بيجاوبوا بنفس ما يعرفونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاثة واحدة، وقد أفتى هو صلى الله عليه وسلم فهذه فتواه، وعمل أصحابه كأنه أخذ باليد ولا معارض لذلك. ورأي عمر رضي الله عنه أن يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، غايته أن يكون سائغا لمصلحة رآها، ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته، فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرئ ما شاء وبالله التوفيق. هذا كلام ابن القيم أيضا في هذه المسألة. يعني خلاصة الكلام أن مسألة الطلاق ثلاثا بأي صورة من صورها في مجلس واحد خصوصا تقع واحدة على الصحيح، وإن كان جمهور العلماء على أنها تقع ثلاثة، لأنها تقع نقله الإمام رحمه الله في هذه المسائل. نعود إليها. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أنها طالق واحدة، يعني هو لا ثلاثة إلا واحدة، طلاق يبقى أنت طالق واحدة، يعني كان هو يقول لا أنت طالق مرة واحدة. وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته، طب إحنا هنا المسألة الأولى دي يعني إيه رأي إخواننا بقى دلوقتي معانا، قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين قالوا أنها طالق واحدة، أنها طالق واحدة، يصح هنا أن إحنا نقول دي إجماع؟ آه دي إجماع، لأن الجميع متفق أنها طلقة واحدة، متفقين أنها طلقة واحدة. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين. ها رأي بقى الإخوان اللي معانا، رأي إخوان اللي معانا هيبقى رأينا في هذه المسألة إن الراجح في هذه المسألة هو أنها تطلق تطليقة واحدة مش تطليقتين، مش تطليقتين. نعم. وأجمعوا على أنه إن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ثلاثا إلا ثلاثا أنها تطلق ثلاثا، هذا طلاق بدعي طبعا. طيب ثلاثا إلا ثلاثا ما تقعش حاجة، هنا قالوا الجمهور تقع ثلاثة، ألا ثلاثا إلا ثلاثة الاستثناء ما ينفعهوش يعني عند الجمهور. هنا عند الطائفة الأخرى اللي احنا رجحنا القول بتاعها إنه يقع واحدة، لو قال لا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع واحد، وهذا الاستثناء لا ينفعه وتقع طلقة واحدة على الراجح من أقوال العلماء. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وأنا والله يعني أعود إلى صاحب اللي بيقول الكلام مش شعارات ونحو ذلك. طب أنت يعني يا أخي الكريم أنت بتعمل إيه في البيت دلوقتي؟ إحنا بنقول شعارات، أنت حضرتك بتعمل إيه؟ أنت قاعد تعطل وتهاجم الدروس اللي يعني دروس العلم وتعليم المسلمين، طب أنت حضرتك بتعمل إيه؟ أقصى ما هتقول لي، هترد هتقول لي أنا قاعد بدعو الله أن ربنا ينصره، ولا أنت بتقاتل معاهم، يبقى أنت في غزة. طب إحنا ما إحنا حدش حد قادر يقاتل. وعلي أنا أنصح حضرتك وغيرك والله إن إحنا والله خلينا ناخد السلاح اللي في إيدينا ونبطل إن إحنا عمالين نخبط في بعضينا، مش ده مش وقته. حضرتك أقعد دلوقتي ادعي ربنا سبحانه وتعالى، وبالليل أقعد ادعي ربنا. أنت فاكر سلاح الدعاء ده حاجة بسيطة؟ هو سلاح الدعاء أشعث أخضر، لو أقسم على الله لا أبره، ممكن حد أنت مستهين بيه وشايف أنه مالوش قيمة عندك، ربنا يستجيب دعوته هو إن شاء الله بإذن الله. ربنا إن شاء الله لن يضيع المسلمين في فلسطين، ودي كلها إرهاصات، انتبه واقرأ كلام أهل العلم، دي كلها إرهاصات إن شاء الله لزوال اليهود، وإن شاء الله بإذن الله اقترب زوال اليهود. وانت انا عارف ان انت ربما ترد عليها تقول لي وانت قاعد يا اخويا بتدي درس في الفقه والمش عارف ايه، طب وانت قاعد بتعمل ايه؟ فاسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياك لما اختلف فيه من الحق باذنه، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان.
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، اللهم عليك بعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تلقي منهم أحدا. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.